وصلت للبرنامج على صفحة البرنامج الحاجة ناهد هنداوي. حاجة ناهد عمرها 50 سنة من محافظة كفر الشيخ. هي أرملة من 15 سنة معها 2 من الأبناء هي اللي ربتهم، عبد القوي 25 سنة ومحمد 28 سنة. الحاجة ناهد بتعاني من سمنة مفرطة وزنها وصل ل 205 كيلو، ده تسبب في خشونة حادة في القدمين وبقت مش بتقدر تمشي. كمان بتعاني من سكر، ارتفاع في الكوليسترول. واحد من اولادها قاعد معاها يعني الله يكرمه بيخدمها، والتاني بيشتغل علشان يصرف على البيت. الحقيقة هي قصة انسانية فيها مرض وتضحية، وان شاء الله ربنا يعرف فيها شفاء كمان بإذن الله. شرفتني الحاجة ناهد منوراني، ومعايا اخوها الاستاذ نبيل هنداوي. اهلا وسهلا. احكي لي حاجة الموضوع وازاي وصلت للوزن ده. والله وصلت عمر طبعا لزمات ده بقالي دلوقتي 15 سنة. فطبعا كنت بدل على اكل عيشي، انا بروح الاسواق وكده عشان عيالي وكده، فجبت وجعت على رجلي. فطبعا قعدت في البيت وربنا رزقني بجوز اولاد محمد وعبد. محمد عنده 28 سنة وعبده عنده 25 سنة، وطبعا مش عارفين يعملوا حاجه لنفسهم لانهم قاعدين بيه. يعني عبقاوي لو مؤاخذه بوديني الحمام ويجيبني وكده، ومحمد يعني ايه بيشتغل باليوميه بالنهار ويجي يستلم من اخوه بالليل يقعد بيه بالليل. ما عدتش قادره اعمل حاجه. فانا يعني عايزه بس يعني يزوم خير اللي يساعدوني بس اقدر اعمل العمليه، مش عايزه غير بس اعمل عمليه عشان اقدر امشي على رجليا واقدر اخدم نفسي بس. الظروف حضرتك الماديه بتصرف منين؟ دخلك الشهري قد ايه؟ ما فيش والله، هم 800 جنيه معاش وبجيب منهم، وانا مريضة سكر بجيب منهم علاجي ودوبك المصاريف كده مع اليوميه اللي ابني بيجيبها الكبير، ومالناش دخل ولا ارض ولا حاجه، وبيتنا على قد حالنا كده، ظروفنا صعبه خالص. مين اللي بيخدم حضرتك في البيت؟ ما فيش والله غير ولاد، بس انا معيش بنات، ربنا ما رزقنيش باولاد ببنات. ما فيش غير عبقاوي ومحمد. هم اللي بيدخلوني الحمام ولما اغزى يعني يحطوا لي اكل يقوموني كده يتحركوني، وصار اليوم هو اللي قاعد بيه عشان كده مش عارفين يعملوا حاجه لنفسهم عشان قاعدين بيه. استاذ نبيل، يعني انت اخوها وانا عارف انك انت مهتم جدا بحالتها. ايوه معلش. هل كان في مثلا يعني محاولات لعلاجها في تكاليف معينه محدده؟ والله يا معلم الباشا احنا حاولنا يعني، بس طبعا مصاريف العلاج مكلفه. وطبعا عيالها طلعوا لقوا والدته راجل كبير في السن، يعني كان متجوز اختي وهو بتاع 50 سنة، راجل كبير في السن وكان على دراعه. طبعا العيال ما تعلموش، ما لقوش مثلا اللي يجري عليهم يعلمهم، فواحد شغال على دراعه والتاني قاعد في البيت على طول عشان يخدم. اللي هو مين؟ اللي هو مثلا عبد الجو قاعد بقى على طول ما شاء الله قاعد يخدمها. والله بيدخلها الحمام. ربيت يا حاجة يعني الحمد لله، بيدخلها الحمام والله. الواحد بيفرح لما بيلاقي اولاد فيهم بر بامهم. ايه بس انا نفسي ان هم برضه يعني ربنا يعني ايه يكرمني واعمل عملية عشان اقدر اخدم نفسي، وهو برضه يشوف هو واخوه مثلا عايزين يتجوزوا بتاع، يعني برضه شباب صحيح تعبانين علي. رحت الدكاترة حضرتك؟ نعم رحت الدكاترة. رحت الدكاترة بس ما فيش يعني بيدوني برشام وعلاج يعني للرجليا وكده، بس السمنه قال لك لازم عمليه. عمليه تكلفتها كام؟ والله هو اللي في اللي بيقول ب 100,000 وفي اللي بيقول ب 80، وانا طبعا ظروفي ما تسمحش. وبقالي 3 سنين ليله زي نهاري قاعده في البيت، نفسي اطلع واشوف الناس واشوف الشارع واشوف الناس والناس تشوفني، بس مش عايزه بس يعني اللي يساعدني اللي يشوف حالتي ويشوفني يساعدني بس ان انا اقدر امشي على رجلي عشان اخدم ولادي بس واخدم نفسي، عشان هم برضه واحد عنده 28 سنه واحد عنده 25 سنة ومش عارفين يعملوا حاجة لنفسهم عشان أنا اللي ظلمهم معاي، مش عارف أعمل لهم حاجة. حضرتك بتتحركي عن طريق كرسي، أنا شايف لما جيتي هنا كنت على كرسي يعني. عشان مش قادرة أمشي. ما بتقدريش تمشي خالص؟ لا والله ما بقدر أمشي أستاذ عمرو والله. يعني مطلوب دلوقتي إجراء جراح. يعملوا لي بس العملية إن عشان أقدر أتحرك وأقدر أمشي. طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. معانا على التليفون الأستاذ الدكتور هشام عبد الله استشاري جراحة السمنة والمناظير، اللي هيقوم إن شاء الله بتبني الحاله بتاعت الحاجه. اهلا بحضرتك يا دكتور هشام.
اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك يا دكتور عمرو؟ ودايما كده حضرتك تبقى سباق بالخير والله انت اللي سباق بالخير، الله يكرمك. انا بشكرك على انك انت مبادرتك العظيمه ديت بتبني الحاله، كتر الف خيرك. يعني انا لا والله حضرتك بتظهر لنا حالات محتاجه فعلا، وحالات بتبقى حالتها طبعا الهدف الرئيسي ان احنا نكسر اللي هي الحلقه المغلقه. دايما المريض لما بيزيد قوي في الوزن يحصل له خشونه، ما عادش قادر يمشي، في الوزن هيزيد زياده لانه ما بيمشيش. فاحنا ان شاء الله تعالى ربنا يقدرنا ونعمل لها اللازم، وان شاء الله تعالى وهتتواصل معانا ونعمل لها العمليه والوزن يبتدي يقل ان شاء الله لحد ما تقدر انها تمشي في الوزن بتاعها، يوصل لحد المثالي باذن الله تعالى مع المتابعه خلال سنه باذن الله تعالى. أنا الحقيقة بشكرك جدا الحقيقة، كتر ألف خيرك. وده يعني مش غريب عليك دكتور هشام عبد الله استشاري جراحة السمنة والمناظير اللي هيقوم بتبني الحالة. أشكرك جدا على تبرعك، وإن شاء الله تقوم بالسلامة يعني معافاة بإذن الله إن شاء الله. البرنامج مع دكتور هشام عبد الله هيتكفله بالعملية إن شاء الله. ربنا يبارك فيه يا رب. نشكر حضرتك في البرنامج مع حضرتك، هتتولى الإجراءات كلها لغاية بتعمل العملية وتقومي بألف سلامة. ربنا يخليكم يا رب ويجزيكم خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. أنا تحت أمرك، ربنا يخليك على سلامتك، وإن شاء الله قريب أسجل معاكي وأنت أحسن. ربنا يبارك فيك يا دكتور ويجعلك خير للناس يا رب. ربنا يا رب يخليك يا رب ويشفي كل مريض، ربنا يبارك ويعني ويرفع عنك إن شاء الله ويبارك في أولادك. وإحنا مستمرين في تلقي كل اتصالات حضراتكم سواء على طريق البريد مدينة الإنتاج الإعلامي برنامج واحد بالناس قناة الحياة، أو على الصفحة الخاصة ببرنامج واحد بالناس على قناة الحياة، أو برقم التليفون اللي موجود دلوقتي قدام حضراتكم. أي حالة مرضية محتاجة لإجراء أي جراحة أيا كان نوعها، الحمد لله ربنا بيكرمنا بالناس أهل الخير اللي بيعملوا العمليات المتميزين، والمستشفيات المحترمة والجمعيات المتميزة اللي بتساهم معانا، والحمد لله ربنا قدرنا ونقدر يعني نعالج جميع الحالات التي ترد إلى برنامج واحد من الناس إن شاء الله. ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، يا رب يشفي كل مريض، اللهم آمين.